السلام عليكم البنات، واش ديروا واش ما ديروا؟ هذا الايام راني غبت شويه عليكم من انكم العبداويه، غابت عليكم بنتي اللي مريضه، ادعوا لها ربي يجيب لها ان شاء الله الشفاء. واليوم راني جبت لكم، راح ندير لكم الخميره، الكسره نتاع الخميره، هذا هو الاساس نتاع رمضان. راني وجدتها لكم، انا بديت لكم من درك باش ديروه في رمضان. هيا شكون واش الرئيس نتاع رمضان؟ الجاري والخميره، هذو هما الرئيس نتاع الحوايج كل تاع الطابله. واش راح نعتو؟ نعتو السلام عليكم البنات، راح نعتو البنات المتزوجات الجداد، راح نعتو لها الكسرات فحا يديروها على بالنا باللي الناس كلها كي تعرف. حنا وجدنا الدقيق تاعنا كنزه، كان عندنا قديم على بالي باللي الدقيق هذه ديامات او ما كانش، احنا هذا خبيناه رمضان. واش درنا فيها؟ درنا الملح، السكر، الخميره، السينوش وشويه زيت البنات، وعجنوها بالطريقه هذه كيما راني نعجن فيها انا. تخرج لكم الكسره تاعكم الله يبارك، زيدوا فيها شويه زيت برك، ما قلناش حتبسوها شويه برك، مغرف زيت، هذا مكان مغرف تاع ماكله. كي تكملي كي تطلع الكسره زيدي لها شويه زبده ودركيها بالزبده. ايوا شويه كي تطلع لكم الكسره البنات تدلكوها وحكموا، زيدوا لوحو الماء وعجنوا باليابس، ولا لازم تكون شويه ما دايره حسب الدقيق تاعك. اذا يشرب الماء هاو نورمال، لوحي الماء وبدا يعجني حتى تيبس لك، واذا شتي الدقيق تاعك ما يشربش الماء عندك ديري الماء بزاف البنات. بالطريقه هذه نعجنوا الكسره تاعنا، كي نعجنوها حتى ندير طق طق طق. ايها لازم تتعجن باليابس، ما تتعجنش ب حسب الدقيق. ايها الاول ما ديريهاش بزاف، واش راح نديروا لها؟ هي مادام تدلكيها مادام يكون فيها لاستيك هذا، هي كي تعجني وتزيدي الماء. شوفي اذا يبست كي تزيدي في الماء، كيفاه كفاه يعرفوا بلي العجين تاعهم هو كي صايب، يجي رطب يجي رطب ويبدا يدير بلق بلق بلق، يطرطق يدير يبدا يطرطق هكاك. كي تعجني وهو يطرطق عرفي بلي العجين تاعك راه مليح. يا اختي اذا ما طرطقش العجين تاعك لازم تزيدي تعري على ذرعيك وتزيدي تعجني، تعجنيه على الاول وتزيديه على الاخر كي تعاوديه. ها كي تعاوديه وتقدري تزيدي تعجني. انا نعت لكم بالتفصيل البنات، وما سربتش الفيديو باش يتبعوا البنات بالتفصيل. انا هنا نعجن فيه مليح. كاين عندنا البيترا، نقول لكم ما كانتش عندنا البيترا، بغيت نعت البنات الكسره نتاع اليد خير. هاي قالت لكم ما قالت لكم كسره تاع اليد بصح دروك كل الناس دير بالبيترا، ديروا على رواحكم. دوك انا عجنتها، خلي حطيتها في الكروانه هذه تاعنا، تبليها شويه من تحتها، هاي كي طريه من بعد نخليوها تركح هكاك نص ساعه ولا هكاك نص ساعه. هاي وين نروحوا دركا؟ راح نروحوا للشوربه تاعنا. اللحم شرنا بابا، شرنا صاي، شرنا اللحم، والله ما عبالي منين شرنا جزره، انا قصيناها وجدنا رمضان. بعدا تنعت لكم ساره، وعندنا الرحى، هذا هو الرحى تاع القهوه، ولا الرحى ترحيو به كسبر. الكسبر انا حنا نحي به الكسبر البنات، قال عندي ما رحيناش، قلنا كل خطره وين نقعدوا نرحيه، ولا غير ريحته ريحتهن على الكيف، وزاد فيه ريحه الكزبره ما جديد خير. ها ما كانش قد كي تبغي ديري، شافي نقولك ديري بالله راه صغيره، اقعدي ارحي عندك الريحه، عندك الريحه ارحي، ما عندكش مهرسه حطي الكزبره شوي فوق الفرن ولا بحذا الفرن ويبس مليح، كمية المهرسة أربعة خمس ضربات خلاص يجيك يهبل وحطيه في البلارة ويجي الجاري تاعك مليح. الجارية والكسبر هو اللي يديرو. ها هو كي انا رجعنا الكيكوطة تاعنا القديمة، ما العبدوية ما تستغناش على الكيكوطة تاعها، عييت فيها قالت لي والو كيكوطي. البنات ما عندهاش العراوي نتاعها تكسروا لي، شريتهم هم محطوطين، عييت نحلها لازم نديها الخدام باش يدير لي العراوي نتاعها. شوفوا البنات كيف راح حلي الكزبر دوكا، واش راح نعطيكم؟ راح نعطي لهم التوب اللي يديروهم في الجاري. يما واش نديروا التوب اللي نديروهم في الجاري باش ما يقولوش بلي كسرت امل الهضره بزاف؟ ها ديري الكزبر هو الرايس، زيدي ديري فلفل الكحل، زيدي ديري فلفل الاحمر الحار والحلو، بغيتي ديري الزنجبيل ولا ما بغيتيش ما ديريش. شوفوا البنات ما يبدا ربطه نتاع الدبشه، ملح
فلفل الكحل. الكسبر هو الرسمي، هو اللي ما كانش مخلط غير كسبر في الجاري، كسبر هذا ما كان، فلفل الحمر الحار والحلو، وخلي المرقة تاعك يتقلى كيما هكا، ورند والحشيشة الدبشة. هذا هو الجاري، ما تديك ما يجيبك. وهذيك بعد كي نرحيو البصلة والثوم، هاي البصلة والثوم والطماطم. هنايا كي طلعت لنا الكسرمة راح نروحو نعاودو لها، نجيبو شوية زبدة. هاني صايت لوزتها البنات، عبالك ما كفانيش الوقت باش نصور لكم. وثليم هاي لوزي هذو كم خرجو لكم، هذو الدبيرات، هذو المناشف، هذو الدبيرات، ربي يرحم يحفظها اللي دارهم لنا. تجيك عندك اللي ما تعرفش الدبيرات، ديرها على الدبيره هذه، تخليها تطلع ديرها، ودير ثاني مسمو على الكيف، ما يكونوش الكتات نتاعنا وكل فيهم ريحه الكسره غير الصرافت. هذو تقعدي الصرافت ديري لهم طليه سهلين، هي ما يضربوش على هذيك اللي حنحطوا فيها الكسره. جيبوا الكتانه البنات وضربوا فيها، كي ضربوا في هذيك تاع البونش يفسد البونش تاعها. ما هذيك تحطي برك عليها، غير حطوا فيها البنات عندك. لا تروحوا تقولوا باللي حنشريوها حنا ضربوا عليها، ما ضربوش عليها. لا لا، ضربي في الصرافت ولا ديري المديل، هاي ضربي في الصرفيطه كيما انا هنايا. اللي يحب يضرب بالقنوط، اللي يحب يضرب يديه كيما بغيتوا ديروا ديروا. وما تكسروا وما تغسلوهمش هذوك تاع لي بونج، خطره عن بالكم تغسلوهم هاو فيهم البونج. لي بونج اخي شتي تغسلي خطره خطرتين يتفتت لداخل، ما ديريش فيهم الكسره. طيبي الكسره نتاع، ديري الكسره نتاعك تكملي، حطي وحده فوق وحده. بغيتي ديريها في الصاشيه ديرهم في الصاشيه وخليهم. الصرافت لا كان شتيهم خامجين الصرافت تغسليهم، بس هذوك ما تغسليهمش، ما تكسريلهمش الغسيل. ها هي كي صاي ضربنا الكسره تاعنا كيما راكم تشوفوا البنات، ديروا لها كحكوها بيديكم باش تجي تجي مساويه. ايه باش كي طيب طيبوا كل فرد ضربه. هي دوكا دوك نروحوا نلوحوها. شوفي واش باهيه تعل كيف. نتوما البنات نتاع درك عندكم الحطه، عندكم حاجه اللي تسحقوها ما تجيبوا خبرها يخرجت. ها تجي سوا سوا، ما تجي قرصه قرصه كيما بغيتي ديريها على الحد نتاع القرصه. دركا مرقنا البنات الجاري تاعنا، احنا بواش نديروا الجاري تاعنا بواش نكيلو بالفنجان تاع القهوه. هي نديروا فنجان انايا، انا المرقه نتاعي درك حكمت لها القيس، ندير فنجان ونص. الا كان جاو عندي اضياف ندير زوج فناجل يكفي. ها هو كي دوكا طاب لنا اللحم، طاب كلش البنات. انا رديتها في الكيكوطه جديده، قلت لما والله غير نحيها. انا ذكر لوحو الفريك تاعنا، ومن بعد لوحو الطماطم، الطماطم تاع الباط، ونزيدو الفلفلات هذوك على الاخر. هي وربطه نتاع الدبشه كي بغيتي يزيدوها على الاخر، بغيتي ديريها ما بغيتيش تقصي ولوحي من الفوق. هذا انا غروم النغ ان شاء الله. ها هو كي يعجبكم هذي تبرو الريق، وزيدوا دهنوه بشويه زبده كيما هكا من الفوق، يجيكم يهبل الكسره تاعهم. كي طيبوها كطيبيها حوشيها تكملي، ادهنيها بشويه زبده، شويه زبده من الفوق وحطيها، تجي رطبه تهبل تهبل. العبدويه يا كي غلبانه قد قد. وجدوا رواحكم من رمضان يا البنات، باش تكسلوا ذرعيكم ما تتكسلوش، باش ما تتقابلوش مع رجالتكم، باش يجي يوصل الفطور تلقاو رواحكم واجدين. بداوا قبل العصر تصلي الظهر تكملي، حطي حوايجك ست فيهم وكل، وبداي باش كي يذن، باش كي قريب يذن المغرب تلقى روحك في راحتك. ها هو كي صايطه بالجاري تاعنا، ها هو كي الجاري تاعنا ناكلوه بالصحه. ولهنا لي شتي خاطر اللي كاين حنا نشتيوه ناكلوه كيما هكا البنات. درت له شويه دبشه وقارص وهذيك الفلفله على الاخر، ناكلوه بالصحه ولهنا. وتقولي لهم ان شاء الله نصوموا بالصحه ولهنا، ان شاء الله نصوموا ان شاء الله بالصحه. لا راح نزيد لكم فيديو ما نقول لكمش بالصحه ولهنا، ما نعرف ندير لكم قطعه ما واش ندير لكم. باي باي، بقاو على خير.